ايضا كاميرا الاشبال كانت موجوده وكان عندنا لقاءات مهمه ما بعد لقاء الاهلي وفاي. الحمد لله دايما انت شايف اجواء المعسكر حاجه جميله، مكان اقامه جميله جدا وملاعب وعدوات كويسه. الحمد لله برنامج بتاعنا ماشي بشكل كويس. النهارده عملنا اول ماتش ودي في المعسكر، والحمد لله يعني بنشوف الحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها بنحاول نطبقها في الماتشات الودي ده عشان نبدا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه بعد كده. فالحمد لله امور ماشيه بشكل كويس. طبعا انت دلوقتي لسه في البدايه، اي لاعب في بدايه الماتشات الودي دي ما بيظهرش بالمستوى الحقيقي، فطبعا لازم يبقى في دروب بدنيا او فكريا لسه عشان هم لسه في بدايه الشغل. لكن الحمد لله بنسبه كبيره هم بيعدوا بشكل كويس، خصوصا في الشوط الثاني نفذوا بنسبه 60% من الشغل اللي احنا عملناه. فالحمد لله عمر ماشي بشكل كويس، ونتمنى احسن من كده بكتير، يعني ان اولاد عندهم امكانيات فعايزين بس نحاول نجمعهم يبقى بشكل فرقه محترمه شرقه كبيره باذن الله. طبعا دي بتفرق معاهم، بتديهم الثقه في نفسهم، يحس ان هو فعلا لعيب كبير ونادي مهتم بيه، لان كل حاجه دي وتقربهم لبعض هم كلاعيبه عشان ده اول مره يتجمعوا مع بعض، يقعدوا فتره طويله كده يعيشوا مع بعض بين اهليهم. غير كده انت عارف ايام التمرين هم بيجوا بس تمرين ساعتين ثلاثه مع بعض، بعد كده كل واحد يروح. لكن دلوقتي هم قاعدين 24 ساعه مع بعض، فبيقربوا من بعض يفهموا بعض، يبقى في تواصل احسن واكثر من اول. وبالتالي برضو البرنامج الغذائي بيبقى افيد بكثير من اللي هم عليه في البيت. هنا الحمد لله كمان في برنامج هم عاملينه مع كابتن حسين اللي هو معد بدني، في برنامج غذائي كويس جدا واحنا ماشيين عليه، فطار وغدا وعشاء كل حاجه منظمه. فالحمد لله دي هتساعدنا كالشغل كده نبني اللي احنا عايزينه في الشغل. فربنا يكرمنا يوفقنا بالموسم ده ان شاء الله نعمل حاجه كويسه بفرقتي.